مبنى البلدية. استمر عرض الآثار دي لغاية 1957. توقف في ثمانينات القرن الماضي، بدأ إعادة الفكرة مرة ثانية لإنشاء المتحف، وفعلا افتتح في 29 أكتوبر 1990. الحوض المفتوح لغاية سنة 2000 متوقف لوجود عيوب في الإنشاءات. في يوليو 2017 بدأنا العمل مرة ثانية بعد توقف كم سنة؟ 17 سنة لإنشاء المتحف مرة أخرى اللي هيتم افتتاحه إن شاء الله النهاردة 31/8/2019. 2000 قطعة أثرية ما يزيد، 5 أدوار، نتكلم على الدور الأول ده خدمات، الدور الثاني والثالث لعرض القطع الأثرية، نتكلم على آثار من ما قبل التاريخ، مرورا بالدولة القديمة، الدولة الوسطى، الدولة الحديثة، العصر اليوناني الروماني، نتكلم على العصر القبطي والإسلامي حتى العصر الحديث. الدور الرابع قاعة الحضارات، الخامس مبنى إداري. هنا ما يزيد عن 20 قطعة أثرية تميز هذا المتحف، قطع من اكتشافات المنطقة نفسها، منطقة الدلتا. نتكلم على بابية الحجارة، نتكلم على الصان حجر، نتكلم على الصان الحجر، بنتكلم على بوتو، بنتكلم على قطع آثار متميزة تتعلق بطبيعة هذا المكان، طبيعة الدلتا ومنطقة آثار الغربية. شكرا.